بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي الآن مع الكابتن فراس تي. كابتن بعد اسمك تحدثنا فراس تي في سطور الرياضة. طبعا بلشت بنادي الحرية عام 2000-2001 بالنسبة على مستوى دوري الرجال. لعبت للنادي حوالي 5 سنوات، بعدين انتقلت لنادي الجيش لعبت موسم واحد، بعدين من لنادي النواعير رجعت للحرية ورجعت للنواعير لعبت حوالي 4 سنين، وبلشت السواسوية سوية الكرامة والعز إن شاء الله. بإذن الله. يعني لابد أن نتطرق إلى الحديث الشارع كما يسمى، أو الحديث السياسي. كابتن، يعني ما هو وضع الرياضة في زمن الثورة؟ والله للأسف الشديد في بعض الرياضيين انضموا للثورة، والبعض سافر وغادر الرياضة، والبعض حب يضل مع النظام ويظهر للعالم والمتواطئ والمتآمر إنه لسه عنا بلدنا في رياضة وفي حياة طبيعية. للأسف ما في حياة طبيعية، هذا النظام دمرنا ودمر الرياضيين وحول الملاعب لسكنات عسكرية. أنا يعني بوجه رسالة إلى الرياضيين شرفاء الأحرار اللي بعد ما عم بيلعبوا فوتبول هون بسوريا، يعني حرام. نحن كنا نلعب نحن كرمال الجماهير وكرمال اللعبة الحلوة. جماهيرنا وأهلنا وأخوتنا عم يتذبحوا، ووصلت المرحلة الذبح بالسكاكين، ونحن عم نروح نلعب دوري مزيف بالشام وبانياس وبالمناطق هيدي اللي ما فيها شيء، وبجبلة ما في فوتبول. البلد ما فيه فوتبول ابدا، وما في رياضه وما في حياه طبيعيه ابدا. الرياضيين اللي بعدهم عم يطبلوا ويزمروا هذا النظام هم متواطئين مع هذا النظام قولا واحدا. طيب كابتن، بالشكل العام هو المزاج الرياضي هل هو مع الثوره ام ضدها؟ بشكل عام اذا حبينا ننظر كنظره كليه. هلا نحن اذا نحكي عن مزاج الرياضي، طبعا المزاج الرياضي هو بالدرجه الاولى للجماهير. اللاعب يعني ما يحلي الرياضه، هي الجماهير اللي تحلي الرياضه واللعبه، ونحن بلد جمهور. نحن كرياضيين ما في رياضه ابدا. طبعا المزاج الرياضي هو مع الثوره اكيد، الا من وقف مع النظام لهي اللحظه من الرياضيين والاعلاميين والرياضيين. طيب في زمن الثوره هل تمت هناك اي ضغوط مارستها قوات النظام او مارسها النظام ذات نفسه من اجل اكمال الدوري على الرياضيين؟ طبعا الضغوط اللي تمت هي اعتقال الرياضيين اللي ظهروا بدايه الثوره، والباقي اللي كفى الرياضه وضل عم يلعب فوتبول ما عليه اي ضغوط. الانسان هو من نفسه بيختار الطريق، اما مع الثوره واهل الثوره وجماهير الرياضه اللي هي اهل الثوره، واما مع هذا النظام الطاغي. طيب لو بحسب معلوماتك وزملائك الرياضيين، هل يعني ما هو عدد الافراد او الابطال الرياضيين الذين انضموا الى صفوف الجيش الحر او وقفوا وقفه عز مع الثوره السوريه؟ والله في كثير بصراحه، في منهم من اعلن وقوفه مع الثوره، وفي البعض انخبى واللي بعده، وفي ناس عم تلعب رياضه وقلبها مع الثوره اللي هي لقمه العيش. طبعا الرياضه مثل اي ناس. نعم. وفي ناس بعدها مع النظام وافي، بس الاغلب ان شاء الله من الرياضيين الشرفاء والاحرار اللي هو هجر الرياضه بسوريا، اللي قدر يسافر يلعب برا، واللي قدر ينضم للثوره باي شكل من الاشكال. اذا هيك تذكرنا كم اسم من الرياضيين اللي انضموا الى صفوف الجيش الحر ووقفوا وقفه عز؟ والله اللي بالنسبه للرياضيين اللي وقفوا وقفه عز كثار الحمد لله رب العالمين، منهم فراس الخطيب بوجه له تحيه من قلب حلب، ومنهم في لاعب الفتوه السومه عمر السومه. نعم. في كثير لاعبين ومشهورين كثير وقفوا مع الثوره اللي بتستاهل كل الناس تضحي مشانها ومشان تنجح هي الثوره. سؤال اتمنى تجاوبنا عليه بصراحه، موقفك من الجيش السوري وقوات النظام؟ والله للاسف الشديد نحن قبل الثوره كنا نرفع راسنا، عنا جيش وعنا قوه. للاسف الشديد اللي ظهر هو الجيش للاسف طلع هو عباره عن شبيحه مرتزقه قدرت تضحك علينا لسنوات بحجه الممانعه.